بعد مرور أشهر من تسجيل حالة استقرار في عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، تشهد المستشفيات مؤخراً ارتفاعاً في عدد الإصابات. عينتنا كانت من مستشفى مصطفى باشا، أين أبدأ أصحاب البدلة البيضاء تخوفهم من عودة الضغط على المستشفيات. ومالوريزمون تفاجئنا، ولو أن كانت شهادة كنا سنو فيها، ماشي فريمون مفاجأة كبيرة، كنا سنو فيه، ما قلنا بالك إن شاء الله ربي يزيد رحمنا. للأسف نطيحوا في ديكا وين يا لو سوجي اجي كي توشي، يا لو سوجي جان كي توشي. لا ترازيام فاك مازال ما لحقناهاش، ونتمناو ما نلحقوش ليها، نتمناو ما نلحقوش ليها، ولكن لو نكملوها بداية نلحقوا ليها. مين كنت نقول امبوسيبل تسال عليه، ما سمسي با نيجليجي كومون، حافظت شوية على روحي، حافظت الماكسيموم. عدم الالتزام بالإجراءات الصحية الموصى بها والتراخي في تطبيق التوصيات الصحية من أهم أسباب تزايد الإصابات. الأخطر هو سرعة الفيروسات المتحورة في الانتشار بين الأشخاص. كنا نشوف المصابين لو بلوس سيتي الكبار السن واللي كانوا عندهم الأمراض المدمنة، صادق لي كوموربيديتي. هاد الخطرة أنا نشوفه بلي كاين de plus en plus des jeunes شباب راهم تقاسوا في حالات خطيره. هذا ادى الى ان لي لي دو ريانيماسيون بداو يتعمروا، ماشي غير عندنا بيسك حنا رانا اون كونتاكت مع اتصال مع السبيطار الاخرين كيما بني مسوس كيما باب الواد القطار، وين انا نشوفوا بلي في كل المستشفيات تاع الجزائر الحالات زادت طلعت. التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامة والاستعمال الدوري للمحلول الكحولي هي النصائح التي لا يمل الأطباء من التذكير بها لتفادي سيناريو الموجة الثالثة من الجائحة.